يشدنو أنه وزير الصحة طلب سحب نوع من أنواع حليب الأطفال من السوق. هو حليب الأطفال الذي تصدره شركة لاكتاليس الفرنسية، والذي قرر وزير الصحة غسان حصباني سحبه من الأسواق اللبنانية بناء على معلومات مصدرها منظمة الصحة العالمية حول الاشتباه بتلوث بعض عبواته في فرنسا بجرثومة السالمونيلا. رئيس تيار المرضى سليمان فرنجية زار الرئيس سعد الحريري ببيت الوسط. المرضى بدها تعمل مصلحته، تعمل مصلحتها بالدائرة اللي هي فيها، بتعمل مصلحتها بكل الدوائر يلي قادرة يكون عندها أصدقاء فيها. أنه نحن منا بجو تحالف اليوم مع الهوات، نحن بجو حوار مع الهوات، بعدنا بجو جوجلة الأمور. جلسة اللجان النيابية المشتركة شهدت اليوم ثلاث مشاكل، بس لأنه تفاصيلها كثيرة وأكيد بتتخطى الدقيقة، بدي أطلب منكم اللي مهتمين بهذا الموضوع يحضروا تقرير الزميلة هدى شديد.